معنا مع حضراتكم الجلسة التي عقدت حول آفاق التنمية المستدامة في قطاعات الإسكان والنقل ومحور قناة السويس. تحدث بعد أن انتهت تقريبا أعمال هذه الجلسة أحد الشباب الذي استوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي عند انتهاء أعمال هذه الجلسة. تحدث في حوار جانبي حضره الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ثم بعد ذلك منح الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الشاب الكلمة. الشاب الذي كان من ذوي القدرات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تحدث بشغف عن رغبته الدؤوبة في خدمة القوات المسلحة تقديرا لحجم التضحيات التي تقدمها في سيناء، وقال إنه وإن كان ليست لديه القدرة الكاملة على أن يقدم مردودا بدنيا في هذا الإطار، لكن له رغبة جامحة في أن يقدم ما استطاع أن يقدم. الشاب الذي بدا وكأنه من خريجي إحدى التخصصات المعنية بالشأن التكنولوجي والرقمي. للمزيد ينضم إلينا الأستاذ محمد سعودي، رئيس المجلس الوطني للشباب بمحافظة الفيوم ومؤسس مبادرة مليون شاب من ذوي القدرات الخاصة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة قائمة على أن عام 2018 سيكون عاما لذوي القدرات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ما هي أبرز مطالب هذه الفئة أستاذ محمد؟ السلام عليكم يا فندم الأول. وعليكم السلام. وسعيد جدا بلقائكم والمداخلة الجميلة. أعيد بس أعقب الأول. اتفضل. على المناقصة. المناقصة مع حضرتك هي الأساس في أي مجتمع حضاري ورقي لإخراج منها بعض الأفكار وبعض المصطلحات، ولكن الرقي الأكبر الاجتماع أو المؤتمر يكون يعد بعض الأشخاص من جميع الفئات وجميع العناصر أكبر النجاح والتفوق على مستوى العالم. بالنسبة فندم للقدرات الخاصة، وبعد الدستور الأخير لإثبات القدرات الخاصة في مصر وحقوقها المشروعة دستوريا وقانونيا وإنسانيا وأخلاقيا، شيء يحسب للدستور الأخير بإثبات على مصر بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. نعم تمام. ولكن أشكر سيادة الرئيس وكل المجتمع الذي عرف معنى ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، دورهم الفائق والحضاري والذي يتألف من الأعاقة الذهنية التي تجد ميداليات ذهبية وكل الأعاقات الموجودة بطاقتها وإيجابيتها، والتي تواجه المجتمع بكل نظرياته وبكل حضارته عايشة لحد الآن لم تاخد حقوقها المشروعة والقانونية والدستورية، فشيء يحسب لهذا الرئيس أنه اهتم بهذا الفئة القوية الموجودة في الدولة المصرية والتي تبلغ 15 مليون معاق على مستوى جمهورية مصر العربية، ومستعدون استعدادا كاملا أن نشارك في العمل وفي النهضة وفي المشاريع القوية بكل ما أوتينا من بدنيا وصحيا وفكريا. بعد إذن حضرتك، يعني هذا استعداد محمود ومفهوم تماما، لكن طبيعة الاحتياجات، طبيعة المطالب التي تطلبونها من الدولة كأولوية أولى إذا كان العام المقبل بمشيئة الله سيكون عاما لذوي القدرات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، طبيعة المطالب بشكل فيه درجة من الأولويات لو سمحت. سيد الفاضل، نحن لا نطلب إلا حقنا، حق تطبيق القانون والدستور، حق في المعيشة، حق في الكرامة الإنسانية، حق في التعليم، حق في السير في الطريق، حق في المواصلات التي لا يوجد لها أساس من الصحة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر. إلى الآن لا توجد مواصلة واحدة في مصر إلا المترو، والأسانسير بكل طرقه يكون عطلان، ليس أتوبيسا مجهزا تجهيزا كاملا لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، ولا مصلحة في مصر إلا بعض القليل ليس يوجد لها تيسير للدخول الموظفين الذين هم من أبناء المصلحة إسكن في جميع المحافظات أو بعض المحافظات، ولا أخص بالذكر محافظة الجيزة والقاهرة لأنها بعض المصالح المهمة مستوفية الشروط لذوي الاحتياجات الخاصة. تمام. في عندنا معاش اسمه معاش التضامن الاجتماعي الذي يبلغ مبلغه 323 جنيه، ليس يعني مش قادر اقول لحضرتك بمثبه اي شيء من اي حاجه غير كده. وكده كمان ان المعاش نفسه اتلغى رسميا، اللي عنده دراجه بخاريه واللي عنده سياره اللي هو الوسيله الوحيده التي تنقذ المعاق المصري في وجود ان يصل الى عمله ورزقه، هي الوسيله الوحيده، اشتال هذا المعاش في الفتره يعني الماضيه. محمد، اصحاب الدراجات البخاريه او السيارات المجهزه
ذوي الاحتياجات الخاصة صاروا مستثنين من منحهم المعاش اللي بيقدم لهم. هذا المعاش الذي لا يسقر نعم. في الشارع المصري. انها يعني عايز اقول لك 323 جنيه والحد الاكثر 480 جنيه للمتزوج اشتال لانه عنده وسيله تساعده الى المنزل نعم. الى صديقه الى رزقه الى وهو لا يسكر. يعني عايز اقول لحضرتك نعم. لما يقول لك 400 انا اقول لك كلام الحد الاكثر بس 480 جنيه على فرد ومعه زوجته لا يكفيه يومين او ثلاثه وانت تدعي بهذا الموضوع نعم. اسكت في نعم. مصر نعم. استاذ محمد بعد اذن حضرتك كمان يعني انا اشيله نعم بعد اذن حضرتك المبادره اللي حضرتك مؤسسها مبادره مليون شخص من ذوي القدرات الخاصه، هل تواصلتم مع حد تاريخ تاسيس او تدشين هذه المبادره؟ هل هناك جهات تتواصلون معها او بعض المسؤولين؟ تمام يا فندم. حركه مليون معاك يا فندم تاسست في سنه 2014 تمام، اشتغلنا مع السيد الوزراء ابراهيم محلف في اسكان ذوي الاحتياجات الخاصه وتم تنفيذ بعض المطالب للاسكان ولكن بشروط. تم تسليم وحدات ذوي احتياجات خاصه على طراز لا ادميه له، وهذا الشرط قال لنا بالنص السيد وزير الاسكان السابق في 2014 استلم هذه الوحدات التي لا طريق لاي انسان، مساحتها 42 متر على طريق الواحات التي يعني ولا مواصلات ولا مرافق، كله سيئه غير ان مساحتها 42 متر، وستستلم بعض الشقق التي ينص عليها القانون والدستور. بالنسبه للجهات التضامن، بالنسبه للجهات الاجتماعيه او جهات المجتمع المدني الذي تساعد حركه مليون معاك، فهو المجلس الوطني للشباب برئاسه الدكتور وائل الطناحي التي اجتهد قصيرا لكي يصل بحركه مليون معاك او بذو احتياجات الخاصه الا ما يطلبونه من المجتمع. نعم شكرا جزيلا لك. تواصلنا مع بعض الجهات كتير نعم. جدا من المسؤولين، وبعض الحاجات قدرنا 1% نحققها ولكن نعم. بعض الكثير لم نحققها الى الان. شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ محمد سعودي رئيس المجلس الوطني للشباب بمحافظه الفيوم ومؤسس مبادره مليون شاب من متحدي الاعاقه او من ذوي القدرات الخاصه، شكرا جزيلا على انضمامك لنا. لازلنا